تخرج المرأة زكاة حليها إذا كانت تلك الحلية من أجل الزينة فقط؟ كيف أول كلام فاتني؟ هل تخرج المرأة زكاة حليها إذا كانت تلك الحلية من أجل الزينة فقط؟ يعني التفقيط هذا ما الذي يقابله؟ تكون التجارة يعني؟ يعني حلية المرأة بتكون للزينة وبتكون لإيه؟ للتجارة يعني؟ أصبر يا جماعة، هو بفكر وبيتكلم. طيب على كل حال أنا بقدر، بس أنا سؤالي هذا من باب يعني نافذة العلم، إنه ليش قيد الزينة؟ نحن ما نعرف حلي النساء إلا للزينة مو للتجارة، لأنه لما بدأ التاجر بخيس الحلي قيمته بتخيس. فبقول لك جواب شامل لهذا وهذا إن وجد الآخر، أنه يجب الزكاة على حلي النساء سواء كان لهذا أو لذاك.